توا تحت شي سخان تولي صفا تراولين منين صفا انت هاي 39 لف لف على روحك عايش بنتي لف اما انا نحس في روحي لاباس الحق الحق نحب نرجع نقرا ما ثمش خروج الا ما تبرا في بالك للبوزوغار يعدي وما ثم حتى مكتب يقبلك وانت في الحاله هذه شنعمل انا قلقت قلقت توحشت صحابي انا 3 ايام محصوره في الدار ليه معناها ليه تي نحي ماني قلت لك ما عادش تحط لحمك ما كانش تو كل حبه تولي لك سيكاتريس محفوره في وجهك حياتك كامله وقتها عاد راسي لك تشد الدار على طول اوه هل فيه العصبيح اما خير نقول لك ولا ترسيلك بعد في حكتين فوندتان كل يوم على وجهك قبل ما تخرج شنعمل لحم ياكل فيا على الاخر يا بنتي يزيدش من الحكاين توا تعرف بابا ما نحكيلكش المأزق اللي انا فيه مأزق هبا علاش عندك مشكله في الليسي والا خارج اوقات العمل ليه حكايه نتاع رجوليه بيني وبين صاحبتي شو نعم نعم صاحبتي عايشه تعرفها لا 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 ما نعرفهاش ما عنديش وقت مش نعرف اصحابك بعد انت سياده كل جمعه تعمل عشره جديده يا اخي منين بابا بنتوا تبدلوا اللي نعطيها جنب تقدرني اكثر شي من سرسبيل كنا اكثر من الاخوه هيك فكت لي صابر ما بين يدي صابر اما صابر هذا ليه نحكي يا عصيدين تاع صابر الرباعي تسلفته من عندي ما رجعتوش خلينا منها صاحبتي عايشه غابت البارح تحب على سيرتيفيكا وعلاش غابت ما هي مرضت وشدت الدار اما ما جابولهاش كبير مسكينه وما تطلعش فصعت من المكتب والديها ما في بالهمش لا ما ظهر ليش صاحبتي عايشه مش بتاع هذا حتى انا زاده مش بتاع هذا وقلت لك الف مره انا ما نعطيش سيرتيفيكا دو كومبليزونس باش نشجع بنات الناس على الكذب والفصحه اما بابا طفله عامله عليا برشا مزيه مره خلصت هي الجو ومره سلفتني البيل باغ نتاعها مشيت بيه للسهري السمين بلوكي اسمع 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 شوف انت راني فايق بيك وبعمالك وهالدخلات والخرجات هذوما على طرق ذراعك ما عادش مساعديني ومن اليوم باش نتبعك ونتبع هالسمين بلوكي هذي نتاعك اللي قاعده تمشي لها هكا مبدله ومزينه بحوايج الناس نزيدك طرف قهوه لا مرسي يا امي اتو نزيد قهوه اخرى في البيرو من اللي جبت هالكاتبة جديدة اللي خذيت بقعة ولدي قهوتي ما عادش تعجبك بربي يا امي اش ندخلها الطفلة دالندا ما قاعدة تخدم في خدمتها قول في خدمة خوك اللي من اللي طردته حالته تبكي الحجر امي فضيلة بربي شفت شبكوات البونداج كنت حطتهم في القجار نتاع الكوافوز نتاعي يا عاد هذي قتلهم وسكتوا يا اخي انا مستانسة نبربش في بيتك ولا باش سرقوني حقا بعمري زادة يا بنتي شكون اللي سرقك نسأل فيك على البنداجة كهو تعرف كيفاش كي الحكاية ولات هكا انا بيتك ما عادش نقدها خمل فرشك وحدك انفض غبرتك وحدك سليمان عندك بنداج في بيروك اش نعمل بيها زادة ما عنديش بون خلينا نمشي نخدم على روحي ما عادش وقت بربي قل لي يا اخي شبيك وليت مزروب ياسر على الخدمة هالايامات خايف على قهوته تبرد لا يلا تو سامبلومون على خاطر كثرت عندي الخدمة هالايامات هيا مبروك مبروك بابا ما عرفت حتى دالندا وجه مبروك عليك وانت اش قولك لو كنت تصف تمشي تقرا على روحك مش خيره مازال بكري يا ما خرجش توا وانت يلا نذكرك اللي انت اخترتها معايا الفرمليه توا ظهر لك باش تدور عليها ها مانيش يهمني فيها الفرمليه نتاعك ايوه قلتها بفمك مالا من فضلك يعيشك خلي الطفله تخدم على روحها انا ما صدقت ربي رقيت فرمليه خدامه كيفها مش تستنى ماما ما عندكش حاجه نسيت نسالش عليها بابا امي فضيله بربي يعني باش نمشي نعمل طله فيسع على البوتيك ونرجع قدامك فاطمه ما تخليهاش تحك وجهها
العظيم شو هذا؟ المرة جاية قلع عمو بزاز والباب شو اللي تحب تو شو؟ لا ماني مزروبة مش نطلع على البوتيك، قلت نتعديلك تستحقش حاجة. تريد ربيع تعرف ماش نسحقها؟ نسحق تشري لي سكرة باش هكاك نعود نسكر على روحي من داخل، باش حتى حد ما عاد يهد عليا وقت خدمتي. مدامة هالخطا سعيد الدكتور علمه بيكوني سي كنت بحذاه. مرحبا، تحبش نعملك قهوة؟ ميرسي عايشك، شربت قهوتي في داري. حقا ربيش نحول فاطمة سمعت بها ما تقدرش جهة البزقار هيك في بيتها. تقصد لدار يسالة؟ رد بالك راهي تعدي حتى الكبار. اسمع جرب ال عاد انا راجلي طبيب، واذا كان حاشي بدواه هو يعرف ما يصلح بنته. ابو سامحني خل نهز للدكتور قهوته قبل ما تبرد. يا صباح ايش عملت لك اخويا؟ ايش نوى؟ ما لقيتش لعبه رامي رجعتي لي انا؟ لي مجدي يوصل القهوه بابا زيد بو هيك بتزيد الفولا في العرش حتى بتسخن كي طلعت لي راسي. لا يا سيد هذاك من البوبينوت اللي مركز في روحك بالسيف اخويا تطلع لك السخانه. وي اي اي نوى اسبوعي عاد يا باش ها يظهر لي مقرب ها اي نمشي ربي لكو من عندك الزهر ونرجع نحط يا خويا كنت مقرب ابعد عليا لا تعديني يا خويا برا لامك تعمل لك غلفه برا عايزك اي مرة دي برا اسبوعي عاد لا تعدينا امشي روحي وين كنت؟ تعديت لبيتك لقيتك خرجت وين مشيت في نهار كيف اليوم يا وليد؟ نحس في روحي قرزان بالداخل والسخانة تقلي فيا. ما تقوليش خرجت هكا فسرا بالسيف تمرض. راسك سخون يا وليدي هذاك من الحمصة والغزول النهار على ولدي على مكلاته البطالة ولا لي ممرار يا فيها من حس في وجهي يعرق. حتى خدودك حمار فكرتني كي كنت ببي صغير كريوساتك تبدا حمر وقشرتك غبره وانتي مكعبر وكلك كي كبت الصوف. يا ربي يدي طول عز في روحي باش نقطع كنت تذكر في امك. امي اعطيني شويه زهر. انا زهر يا ولدي تو نعمل لك تيزانه ونغلفك بطريف بوفيه سي جال بيتي يرتاح. عاد علاش بيتك خلي في اليوم تاعي؟ لا لا في بيتي خير خلي السوفاج يخدم الصباح. امي فك عليا بربي تو سيدي خويا ومرته يتغشوا ولا حاجه. يا اخي دبروا عليا هما البيت بيتي وانا حره فيها بهيشي مش على خاطر سكت لهم كي خرجك من الخدمه باش نسكت كي خرجك من الدار. اي شباب اي بسم الله على ولدي. قالوا صحب عابره يا اخي جماعه الاحوال الجويه يخدموا في تطاوين ولا شنو؟ يا ربي في اللطف في الدنيا باش ترحل بالشتاء. نانا هاني ماشي نرجع شقاله نتاع امي فضيله. توا حكمت لك ترجع لها شقالتها. يمادي قلت كان زي تقعد عنا ايامات راسينا نرجعوا لها فيها حاجه. يا لطيف رعد هذا ليه؟ هذيك كرشي تغروت من الجوع. مالا قل لي ماشي للمراه باش تعمل تحريشه. واه مهبولة أنا نعمل تحريشة؟ تحبني نفسد فطوري؟ وشك شوكة شكون باش نخليها؟ عم الصادق لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. مدام جنات هوني؟ أي هوني. نانا؟ يا نانا هاو عم الصادق جارنا حاجتو بيك. مرحبا سي الصادق. مرحبا. ما تقوليش باش تخلص الكريب المسبق خاطر من اللي خديت الانتريت واللي تتوخر في الدفعه عندها. وشنو هذا يا سطل؟ هذا يا جنات سطل ماشي كامل 100 الصباح. ما فهمتكش
شنو والويت لم فيه يا اخي باش تبيع الماء نتاع الشتاء هذا الماء اللي قتل مصطح تعبى في اقل من ساعه خاطي الشقايم 12 اللي صلاحهم في الدار هذاك حاله اللي يسكن فيها خرطاق وكان جيت اللوطه راه ما عندكش مشكله الماء اما وقت يولي عندك المشكله نتاع الحس نتاع الشريك معناها معناها احمد ربي بابا كي جاتك في شويه ماء يقطر شنو الحكايه كلها شهيرين من السماء وتزرق الشمس ويشي حصة معناها ماكش ناوية تلحن السقف متاع البلاصي الخايخ نعم دابا بلاصي خايخ يا خايخ انت اي ميلا اللي قل لك بلاصي مبني من وقت العقلي لبس عليه خير من ألف بلاصي متاع توا وتوا سامحني عندي ما نعمل هكا باهي باهي اوه يا سبوعي ما لقيت وقتش تمرض ريت يا بنيتي قد ما استحفظت عليا هي هي ومرض لي استنى استنى امي فضيله هكا صفا يا اخي امي امي حبت تعمل لي كاس حليب سخون في بغرفه زبده بغرفتين احسن قريش مكيوج هو لا شورت تحبش تعرفين عظام عربي مصموتين باهي لتره لتره قدامك يا عز باهي امي فضيله بابا ترى شوف بس انت عندي سخنه في راسي ترى شوف مازالك فتحتش ترى شوفك ربي شوف ترى وفيتشي توا مريض ولا تتزعبل زوز زوز عزوزي ماري يحب الرزيق هكاك مش يحضروا خطبه راني ما عادش نجم نزيد نوخرك زبرانك شو عزوزي تضرب زبره تمشي شي خيالي والحنشه باهي والخدمه بعد الخطبة تانا نحرك على روحي في نارين ندبر الخطبة ملا دوب ما تبرى ابدا احرك على روحك وما يسالش كان الخطبة تزيد توخرها نهاري وي هاي تفضل سي زاهي مرحبا بك يا سي زاهي هاي تفضل اقعد خذ راحتك ميرسي ايوا سي زاهي اشنو هي الفوبيا نتاع اليوم ها هيا احكي لي شنو اللي مخلقك دكتور وي دكتور رعد دكتور هو يتكلم وانا نترعد وزيد كيبدا مع المرض قول لي من الصغرى وانت تخاف من الرعد مش هكا شكون قال لك لا لا قاعد استنتج صحيح كنت يبدا ثم العدل الدكتور نجي نجري لبيت امي وبابا ونبدا نحاول فيهم باش نرقد بعدهم وشي ايوه اي يا اخي وما بعد ترجع ترقد وحدك ملول نتمسمر بحذاهم بعدك يشدني بابا يعطيني طريحه بالشلاكه ويهزني لبيتي بالسيف نتكبن مرقد يا لاباس لاباس حكايه فارغه كنا كي كنا صغار نخافوا من الرعد شيء طبيعي ها تعرف المد باش كان يقول لنا قبل يقول لنا يا جماعه تعرفوش الرعد شنو ها الرعد هي عركه بين الجنون والشواطر يبداو يتعاركوا بكراكب نتاع نار هكا وكل كركوبه تطيح من فوق تعمل شطب هذاك هو الرعد صحيح تعرف الدكتور حتى انا دادا كانت تقول لي هذاك لا لا يا راجل يزي بلا دادا بلا حكايه فارغه بتاع سيدي تاتا انا مثلا عطيته لك برا يا سيدي الواش تنجم تعتبر الرعد فوشيكه كبيره تاع سيدي رمضان لا لا ما نجمش الفوشيك لا شنو تخاف من الفوشيك زاده دكتور انا ما بنبه عليه ملي انا صغير الفوشيك لا ما كانش عاطيني تريحه بتسبته ذكر اوكي انا بابا زاد هكاك راهو كان منعني باش نلعب بالنار وليت بشويه جات فتره تغرمت فيها بالبني تعرفوا البني هذا يضربوا على الحيط يقوم يغني شكون اللي يغني او لا لا الوالده كونفيزيون توتال انتر لو ريال ترى كلمه تقال برا عند عزيزي كنت نفك له المفتاح عربي مش بتاع المخزن راهو كان فك له المفتاح بتاع المخزن العربي يولي بازوكا هذاك كنت نخطف له المفتاح بتاع البيت ها
ما فيه نقبة، نملاهك النقبة هذيك بالكبريت نتاع الوقيد ونسدها بمسمار ونربطك المفتاح هذاك بخيط ونبدا ندرجح فيه ندرجح فيه ندرجح فيه ومن بعد طب هذا مقواها الضربة، ها ما تقولش عليها الدنيا باش تفهم. هو انت زيدا شنية هذه اللي جاي بالي معاك؟ ماني قلت لك بكري اللي سقف ولا يقتل، هاو تو كملت طلعت لقشة، اتفضل شوف يعجبك هكا يا جنات. مش كل قال مش انت اللي طيحتها؟ بربي يلا يا اخي ما عندي ما نعمل، مش تقول لك لقشة مسقف نعلمك يلا اني هاللقشة شوية انا طاحت على المرأة بتاعي. ملا هكا طاحت وارتحت منها فيت المشكلة. وين تحلت المشكلة؟ يلزمك من غدوة وتشوف شكون يصلح السقف، ما كانش باش نعدي شتان ندور بفلوكة في الدار. وكاسك على راسي وراس المراه. نعم نعم بابا انا الدار كري تاركه صحيحه بحيوطها وسقفها تبع حقي انا طاقم بتعطيها سقف هكا فما بلاد الكاري سقف الملاك وفين بلاد الكاري يدور ويحوس بسقف الدار نتاعو معاه نجم الحكايه هكا انا بزوجتي بيت البلديه ما رايش كي هيك قدامك توا نشوف الحكايه هذه ماني ساكت عليها انا توا انتريت عندي برشا وقت نموت على الموت تطا بالحق انت مراية السيدة ايه فاطمة هادي سخانة ووجهي يحرق فيا يدوري عندي القريب يا فاطمة بسم الله عليك اسمع جيت ترقد في فرشة مانية حكي كنت ونسو كمان تنتون شو والله يمت بالقلق فاطمة دبر على روحك فاطمة تحس تعطيني من المذكار ستينا هكيك وعايزة ما تقرب ليش خلي وجهي يبدو كيس كيس هكا مش قايمك من فرشك جيت نطول على جاري وميامي شي ماك تعرف الجار وصى عليه نبي وين امك وصتني مش ما تقومش من فرشك يلا شد بيتك اوه يا ربي فديك يا ربي يا ربي ناقصه مشاكل انا طيب باي بسم الله على وجهك هاي كي لاباس ازاي ان شاء الله لاباس بارك الله فيك زعما النجم نروح توا بين ياسر ما تخافش يا راجل هاوك تبارك الله اسمع اسحاق وشتا قصت ها على كل حال اذا عاود قلقت مره اخرى كلم مادموزيل دلندا ومرحبا بيك في كل وقت يعيشك بارك الله فيك مادموزيل سامحني دقيقه وي دكتور تفضل اقعد اقعد انا جوست حبيت اقول لك اللي الفيشه نتاع سيزاني تعبات دونك يزمو فيش اخرى دكتور اش خبرك ان نرتاحوا من الفيشات وردوا خدمه كل بالانترنت شو قصدك تدخلوا الانترنت لا 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 مش لازم انترنت هذه حاجه انترا معناها بيني وبينك انت اكها معناتها انا وياك وحدنا يلزمك اورديناتور في بيروك هكاكا نجمو نربطو خيوطنا مع بعضها ما فهمتش سامحني كيفاش نربطو خيوطنا نقصد الاورديناتور نتاعك بالاورديناتور نتاعي هكاكا نجم نبعتلك فيشة الباسيون من الاورديناتور نتاعي سارة فهمت اش قلت تري تري بيان نربطوه متلزم نكتفوه تعرفه واذا تحب يقولوا دكتور برونشي وقفص خو بورتابل خير بورتابل هذا البورتابل عنده سنين عندي تي لي نقصد اورديناتور بورتابل نجم تهزه معاك وين تحب للدار للبيرو تيان نجم حتى تهزه لجمعيه نتاع احباء فرويد وزيد سافي بلو شيك باهي تري تري بيان ما نتعرفش كيفاش شوفني اورديناتور بورتابل شعبي وشيك وهكاكا نربطوا الكابلوات مع بعضهم
دكتور تحب حاجة أخرى؟ لا 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 شيء شيء صراحة تقرير لبعيد. قولي مدموزيل عنا رانديفو طوا؟ لا لا الرانديفو جاي بعد نص ساعة. تريد بيان ما تعش كيفاش خلينا نمشي للدار نطلع على بنتي فاطمة ونرجع. اي بيان سور خذ راحتك هاني نوريك. ربي يسلمني عليها. يسلمك. تحل بيه. جيت زينب هو انت سايبوك من البيرو؟ فاطمة قولي اش تحس في روحك توا؟ تحت شي سخانة؟ تحت على الاخر تشوف حتى ملحبوا بنقصوا يا بابا. منين نقصوا منين؟ هاكا تقولش عليه نشير بتاع فريز. ما والله ما عادش عيني. عينك ونص يا غرتك تكملها معناها تكملها وما فماش خروج راه حل. يا ربي سيدي. شو هذا؟ واش بيك بخرط ايديك البوكسور؟ شفت ما هو بير ماما وبير امي يامي قال شنو باش ما نحكش لحمي يقعدوا لي سيكاتريس. امك هذيك مازال لها كان باش قرطني انا زاد. اسمع انت راني فهمتك اش تقصد. انا الحق الحق جولا تخوف ياسر منظمه وباهيه فوق اللازم. اي لكن المفيد هي زاده مساعدتني فوق اللازم. وين كنت وين صبحت؟ فاطمه طالما قمت من الفرشه صح عليك. انا على مني نقصى نوم ضربتها تحصيله في الكلاس بالعشره ولا حديش. ايه عملتي برافو فريمون برافو. ها مناش مصنوعه بربي يقول لي مناش مصنوعه. ها يا تقير في المكتب يا فاصع عمل لي كور يا تدبر في سيرتيفيكال كل واحده من اصحابك. بربي هالسيستم الدراسي هذايا منين جبتوه؟ بربي يا بابا ما تفكرنيش في السيرتيفيكال قعدت في الحشمه مع الطفله. هاي كرستها لها كملت فصعه الصباح باش تدبر سيرتيفيكال اخرى بيه هكا. شو قله الحياه؟ امان وليت مطالبتني انا؟ ما قلحيك تعرف انا حكايتكم هذوما راهم ما عادش منجمهم جمله. قل لي امي وينيس؟ هاي كم صباح وهي ليا في اسبوعي صباح مريض هاكا راقد في بيتها. شنو اسبوعي راقدوني؟ واش مرض وزادة؟ اوه لا طلعش ضارب الفاغيسيل كي فاطمة. اسمع الفاغيسيل يا مصدقة يا اخي ما قريتوهاش في المكتبة. جسدت انت تجي نحك لك لحمك. يزيتوش توا هذيك غير مني خطرني وكان جا. علاش نغير منك خاطرك مكتب الاحمر؟ ترى دور روجك يا امي. انت ها ولدك بريت بالحصبة. حصبة؟ في العمر هذايا تفادلك ولا بجدك؟ والله بالحق يا اخي ما تعرفش ان الحصبة تنجم تجي حتى الواحد عمره 40 سنة. ومناش جيت من الحمصة والغزولة؟ لا قول من نسوى ولا قوح تلقاكم نسيتوا له التلقيح نتاعه على الحصبه وهو صغير. توكي يا ربي سيدي ديما انا البيب القصير حتى بالتلقيح نسيتوه لي. باهي نمشي نشري له الدواء كي قدر ربي. سيدي خويا عايشك زرق لي زرق لي. باهي ما انا توا نشوف لك الفاتن. اسمعني تعدى العزه قلها جيت تعاوني ما لقيتش وقت باش نركب الفطور انا اليوم. الله يبارك يا عمي. قول على كيفهم يسخنوا البيت. يا بابا ان شاء الله سلمى وسليمة توا نمشي نشري الحلوى والفاكهه لولدي ان شاء الله مبروكه ونجي نعملوا جو انا وياك. يا ربي ان شاء الله مبروك. بربي قول لها ما تبقاش. باهي باهي تونا بعثينا ان شاء الله لاباس. عزة نعم نانا استنى خطيبك يا الاسبوعي. اسبوعي شبيه بحسبي 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 يا قدوشو يا قدوشو امك فضيله قالت لك لازم تمشي لها باش تعاونها. بياني مشيت لها. اسمع رد بالك لا تقرب له رد بالك تخاف يعديك راهو. يا ناري يا اخي انا مانيش ملقحه. مين نعرف عليك وقت اللي جيت بحدايا وقت شربت على التلقيح. شنو تقول انت محاسبي بالعاني؟ لا يا باجي محاسبي بالحق. شنو؟ امي ما تعرفها كل حاجه تصير جيبها صحاري وبحري. زيد انا مرتي توا الطفله بعد ما اختارتها معايا ضروري لها توا اللي هي ما هي شبايا ويزم تمشي. تلمذه تمشي؟ اي شفت شفت طفله حد روحها كما يقولوها حطها على الجرح يا برا. وين باش نلقى مرس سمك انا في البليه كيما هكا؟ زيد ما صدقنا ربي
كان شرطة الخيوط مع بعض. شرطة الخيوط؟ لا لا لا، تابع خدمة السيكياتر. ما لا اسمعني، علاش ما ترجعوش وتخليها هكيك ترتاح من الدنقين امك ومرتك؟ شو شنو صحيت يا سيرفاجي، يوديوا لي كاكازور الشاري وزيد نرجع المشاكل بتاع سي اسبوعي للبيرو. لا يا اخويا ما ساعدنيش. سامحني سامحني، ثقه برك ان شاء الله خير. اخويا اسمك سي بيجي تو جاني تليفون ارجون للبيرو، تعرف شو عملت؟ شو بعثت لي اس ام اس باش ما تقلقنيش. راهي طفل على راسي. بون باجي وي اي خليك سي لو دوفوار تي مابيل. ميرسي 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 مهم يا سي سليمان، سلم على كل ولاد وقول له تكبر وتنسى. يا يا تشرب ايش ليه هذه المغرفة؟ وش بيك بقى بعيد عليا يا اخي، خايفة مني صخيب عندي كل ما يتسماش. ليه؟ اما قالوا لي الحصبة تعدي. وزيد نانا ماهيش مثبتة، انا ملقحة ولا ليه؟ هي عاش بي وبرع ديتك ايش بي؟ يزيدوا خدك عبار وخدمك عبار وتزيد تزيين لي. لا يا بابا دبر على روحك، انا نخاف. شي هذا يخاف؟ يا وجه يا سيدي خويا طول نسلو. سيدي مبلل، خذيت دواك؟ لا لا سيدي الدواء خديته سيدي خويا، بربي يقول لي سيدي خويا العصبة هذه تعدي ومخطرة. تعدي تعدي سا ديبون، إذا واحد يكون ملقح لا، أما مخطرة مخطرة تنجم تكون مخطرة على الأولاد، أما البنات لا. هاي تهنيت يلا قال لك مش مخطرة على البنات، مخطرة كير على الأولاد تمام. يديك الساعة شو سيدي خويا قلت لي مخطرة على الأولاد بعدها تقتل. لا لا ما تقتلش، أما تعمل لي زوريون. كل واحد يطرش يطرش. لا لا ايش فاهمك ايش ما سمعتك سيدي خويا بربي، علي صوتك شوية. هاوكا اطرش فيسع، ايش فاهمك من الفلاقي؟ عسى يا ميمتي يا عسى يصلي العرس مش يبطل شبلة. هاي شد اشرب دويك خليها يفتح عليك شوية الحركات. حلفهم قولي زينوب. نعم مش في بالي عندنا منشفة حمراء، لوجتها في المرو متاع بيت البان وما لقيتهاش. شوف الجلاس متاع بيتي. فاطمة شو تحس في روحك توا لاباس؟ الحمد لله والله لاباس 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 بيا. ولطف بنتي ولات كل ورا ترتب الماضي ساعة ولا ثلاثة، أنا ما نجمش نقرا في الأمبيونس هذه. بابا نجم نمشي نقرا بعد صاحبتي؟ لا وما فماش خروج، تحب تقرا مشي للصالة. بابا قلت انا عندي مخسية على الشوكولاتة بارتيلي. اخويا طفلة عسلة. بربي من وقتاش لا دلندا تبعت في الشوكولاتة؟ قول يا زين ما عندناش منش فقرة حمراء، هذه بليحتي يا بنيتي. بربي قول لي يا امي تو هذا حد عقلك؟ الناس اكتشفت دويات الابشع الامراض في الدنيا، وانت باقي شادة في العادات هذوما تاع اللون الاحمر يداوي الحصبة. عجيب نسيت روحك وقت اللي حسبيت مانيش لبست كرويبة حمراء عملت قريبتا تحمر في شعرك، وجيران اللي هذي جايبة أولادها وبقوا فاكية يفرتوها على راسك باش يحسبيهم صغيرات معاك. فتوش مضحك توا وبرا شدوا بيتكم. بابا نعمت اللي هذي بيت ترى تريت يا بيان أنت وانا نخرج. عزوزتي عزوزتي يحبك تعطيني بوسه باش نبرا فيه. زعما ما تحبش على بونيا هكاك تتخمد ضربه ضربه. باهي باهي مش لازم نفضك معك. عزوزتي نشاهي تعمل لي شكشوكه من يديك الملاح بعد 14 سنه مش هكاك تونسني في الليل. ليه انت ظهر لي فيك بديت تهاتري بالسخانه، خليني نمشي نانا راهي تستنى فيا على العشاء. تيجي تقعد كان حاسه بيك تتعيط لك. انا اسف امي امي جعت وعثرت تحب تروح. انا عندي ما نحكي مع اخوك عز عايش بنتي زيد اقعد شويه وسخن له عشاء او عملت له برود وبالحمي هكا هو بيه يا امي فضيله. ما تخافش بينك على اختي جنات ومن بعد نوصلك ونفهمك
ما تنسيش قيس السخانة عيش بنتي. عزوزتي شو اللي سخنة طلعت لي؟ ايش هكي زليج؟ سليمان حشنا بيك في قضية. اسمع امي، كانكم جايين تحكيوا لي على تطريد الفرملية؟ لا معناتها لا. وانت شبيك شد فيها صحيح؟ انا شد فيها صحيح يلا لاسباب مهنية فقط. ما لا يلزمك ترجع اسبوعي لخدمته. ابا كي هاكم طلعتوا تخموا كي الباجي يا بنتي، راهو ما يجيش منه. يجي منه ونص، الصالة كبيرة وترفع زوز بيروات. وانت للا باش تدفع معايا زوز شهري؟ انا كاتبه برك تكفيني. الشهريه ما هيش مشكله، فهمت انا امي فضيله باش نقسموها، هي شطر وانا شطر. اش معناتها انت المره هذه متفاهمه انت امك فضيله؟ كان جاي على طليه صابون راي الدنيا قامت وقعدت. هيا هي دخل نشوف لك السخانه. انتي خذ وحدك. باهي اقعد هكاك، طلعت لك لامي فضيله. باهي باهي يجا شد. هاي 43 ليه ما تخافش، سكم لا قص منهم 5 جرام وين خاطر كي تبدا دي بعدين سخنت تطلع لي. ايش قلت؟ خلينا الكلنا نرتاحوا. يا يا ماينا فريمون ماينا داكوردو يلا داكوردو، انتم خليتولي فجوه نهرب منها. تري بيان، قولوا لسي اسبوعي نتاعكم بعد ما يبرع يرجع للخدمه. أما شروط